هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. اسفة على الانقطاع، اتمنى تعذروني بس مشاغل وظروف. اليوم اهم شي رجعت لكم بطريقة عمل شوربة الفطر، كلش طيبة ولذيذة وان شاء الله راح تعجبكم وراح تحبوها وتجربوها، واني متأكدة راح تنال اعجابكم ورضاكم. بس قبل كل شي لا تنسوني باللايك والاشتراك، ولا تنسون تفعلون جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شي جديد. خليكم وياي حتى نروح نشوف المقادير. هنا انا عندي بصل عدد واحد، وعندي ملعقتين اكل زبد، وعندي نص علبة فطر معلب جاهز بتلقوه بالمولات والأسواق، وعندي جزر عدد واحد، وعندي 3 ملاعق أكل طحين اللي هو الدقيق، وعندي مكعب ماجي وملح وفلفل أسود. وأهم شيء ما ننسى الحليب كامل الدسم، حليب سائل كامل الدسم يكون موجود أهم شيء. وهاي العلبة اللي قلت لكم عليها تلقوها بالمولات بالأسواق، فطر مقطع يكون بهالشكل هذا، مقطع بهالشكل هذا. أنا أخذت نص العلبة بس قطعتها بشكل بعد أصغر عني، تمام. وهسه راح نبدي نخلي الزبد بالبداية، وبعد ما نخلي الزبد ويذوب راح ننزل عليه البصل ونشوح البصل لحد ما يذبل ولونه يكون على ذهبي. وبعدها راح نضيف 3 ملاعق كبيرة طحين اللي هو الدقيق، وهمينا نمزجهم. وبعدها راح نضيف عليهم الفطر وهمينا نمزجهم، ونضيف عليهم همينا الجزر ونبدي نمزجهم زين. وبعد ما نمزجهم راح نبدي نضيف الحليب السائل عليهم، تقريبا 2 كوب من الحليب ضفت لهم اني. راح نبدي نمزجهم ونتركهم، ونروح نحضر هنا نخلي مكعب الماجي وننزل عليهم الملح والفلفل الاسود، وراح نضيف لهم مي ونذوبهم، نذوب الماجي. وبعدها من راح اضيف له ماي، وراح ابدي اضيفه على الخلطة هنا المزيج، مثل ما تشوفون ثخن عندي هنا، فراح اني اضيف له الماي وامزجهم. طبعا بعد يحتاج ماي، هسه همين راح اضيف له شوية ماي وراح اتركهم يغلون، تمام. هسه بعد ما يحتاج شيء بعد شوية عاد تشوفون ثخنها، تمام. فاذا هسه في حالة إذا شفتوها خفيفة الشوربة راح تضيفوا لها ملعقة من الطعام نشا وتذوبوها بمي بارد، شوية تخلوا لها مي تذوبوها بمي بارد وضيفوها على الشوربة. هاي في حالة إذا كانت خفيفة وتريدوها شوية ثخينة. وهنا راح نضيفها على الشوربة ونتركها تغلي فد 5 دقائق، وراها نطفيها وتصير جاهزة. وهذا الشكل النهائي شوربة الفطر، مثل ما تشوفون كلش طعمها روعة، ريحتها روعة، وأنا متأكدة راح تعجبكم وطيبة كلش، مو بس شكل وريحة، لا طعمهم يعني يجنن كلش طيبة. أتمنى تجربوها، متأكدة راح تعجبكم. وشوفوا هذا القوام مالها صار بهالشكل. هواية الناس ما يحبون الفطر، بس أنا هم من أولهم جيت ما أحب الفطر بس جربتها وحبيتها هواية. أتمنى تجربوها، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، وشكرا لكم متابعتكم، مع السلامة.